عندي سؤال، ليش يا رب؟ ليش احنا بالذات؟ ليش هيدا الخراب والدمار؟ انتو مو لوحدكم. بالزمانات لما كنت صبي وقت كنت موجود بالجسد على الارض، كان في ملك يلي بيتسمى هيرودس امر بقتل كل اطفال بيت لحم. وبالزمانات اكثر فرعون امر بقتل كل غلام من بني اسرائيل. هالسعيات راح يستعبدهم اكثر واكثر، وغيرهم كثير كثير. وايش ذنبهم يا رب؟ هيدول الاولاد الصغار، وليش ما انقذتهم؟ وينهم الحين؟ ناطرينكم ناطرينكم. لكن هسه راح اخرفكم هالحكايه القديمه قبل ما تشوفوهم هاي وتعرفوا منهم. هم حزانه من